ترأس رئيس الوزراء ومستشار النمسا المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي. وعلى هامش مشاركتهما في اجتماع المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاءا مع المستشار النمساوي كارن هامر والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أكد مدبولي وجود فرص متنوعة للتعاون بين البلدين تتطلب العمل على استغلالها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ترحيب مصر بالشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصرية كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. من جانبه أكد مستشار النمسا أن اصطحابه خلال زيارة مصر لممثلي 15 من كبرى الشركات النمساوية يعكس اهتمام فيينا بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع القاهرة. يأتي ذلك فيما أعرب مسؤول الشركات عن تطلعهم إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة. انتهت الدولة من وضع وثيقة ملكية الدولة لتحديد القطاعات التي سوف تفتح للقطاع الخاص، وكذلك يمكن التوسع لكي نصل إلى تغطية من القطاع الخاص بمستوى 65% على مدار السنوات القادمة. كما كذلك أن مصر بدأت في إصدار الشهادة الذهبية لتنفيذ المشروعات. إن هذه المائدة المستديرة هي فرصة رائعة لنا جميعا لتعزيز التعاون بين البلدين، وأنا أدعوكم جميعا للمشاركة بنشاط في هذا النقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن كيف يمكن أن نعزز من تعاوننا الاقتصادي.